محافظة الحديدة، المحافظة المنسية كما يحلو للكثير من الناس تسميتها. يسكنها أكثر من 2 مليون مواطن، وتعاني من غياب شبه تام للخدمات منذ أكثر من 1.5 عام. يتقاسم أبناؤها المعاناة والفقر الذي يعصف بالمحافظة التي توصف بسلة غذاء اليمن. لا تكاد الحركة تهدأ أو تتوقف في المدينة المنكوبة صحياً وبيئياً، وهي غارقة كلياً في الظلام الدامس، ويعيش سكانها أوضاعاً مأساوية جراء انقطاع التيار الكهربائي. هنا مواطنون يفترشون الأرصفة وينامون في الشوارع بعد أن ضاقت بهم منازلهم جراء موجة الحر القائض الذي ينذر بموسم صيف شديد السخونة. المستشفيات لم تسلم من تداعيات انقطاع التيار الكهربائي، فالإحصائيات الصادرة من مكتب الصحة تقول أن أكثر من 100 مريض لقوا حتفهم جراء انقطاع التيار الكهربائي عن مستشفيات المدينة. وما زال الموت يتربص بالعشرات من مرضى الفشل الكلوي الذين يواجهون مخاطر توقف الأجهزة عن العمل، فيما يتقاسم الأطفال أسرة المستشفيات ويبحث ذويهم عن وسائل بدائية لتخفيف حرارة الجو الخانقة. هي حياة تشبه الموت، غير أنه يتوجب على أهالي الحديدة التمسك بأسباب الحياة القليلة الموجودة في مدينتهم التي تحتلها الميليشيا منذ أكثر من 1.5 عام ولم تقدم لهم سوى النكبات والكوارث.